كيلو من صدور الفراخ او الاوراك على حسب انت بتحبي ايه اكتر. عندنا بس اهم حاجه المكعبات تكون متوسطه، لا هي كبيره ولا هي صغيره. التتبيله بتاعتها هتكون عباره عن ايه؟ معلقه كبيره من الكاتشب او الهوت صوص او سويت اند تشيلي صوص، تمام؟ معلقه كبيره من عصير الليمون ومعلقتين كبار من الزيت، ولو زيت زيتون يبقى الدنيا تمام. هنحتاج كمان مكعب زبده، نص معلقه صغيره من البابريكا المدخنه، ويفضل تكون مدخنه لانها بتدي طعم حلو جدا مع الشوي. نص معلقه صغيره او رشه من القرفه، ونص معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر ورشه جنزبيل وملح وفلفل اسود. دي كده تتبيله دراي او جافه للفراخ بتاعتنا النهارده، بس هتديكي نتيجه مميزه جدا، وكمان اللي هيعلي معانا الطعم ويخليه لذيذ جدا جدا هتكون الخلطه اللي هنحطها بعد الشوي. وهي عباره عن ايه او الصوص اللي هنعمله للفراخ بعد الشوي؟ هتكون معلقه صغيره من التوم المفروم ناعم جدا جدا، معلقتين كبار من البقدونس المفروم ناعم برضو، فلفل احمر تمام مفروم، عندنا كمان معلقه كبيره من الكاتشب، معلقه كبيره من العسل الابيض، ومعلقتين كبار من الجبنه البارميجان المبشوره او الجبنه الرومي تمام، وممكن نشيل الجبنه خالص من الموضوع. مكعب زبده وملح وفلفل اسود. دي كده مقادير الصوص الخطير اللي هيخلي طعم الفراخ بجد وهمي جدا. تعالوا بينا كده نبدا على طول ونشوف طريقه التحضير. زي ما قلنا النهارده هنستخدم في اسياخ الشيش المشويه، يا صدور يا اوراك، ده على حسب راحتك. يعني انا من الناس اللي بتحب مثلا الاوراك اكتر لانها بتبقى طريه ومش بتشد وكده، في ناس بتحب الصدور، فهنا ليكم مطلق الحريه في استخدام اي نوع من الاثنين. غسلناهم كويس قوي، وبعد ما غسلناهم وصفناهم تماما بنبتدي نقطعهم مكعبات تكون متوسطه الحجم، لا هي قطع كبيره قوي ولا هي صغيره قوي. صغيره قوي بتنشف، كبيره قوي بتبقى ما بتستويش التسويه المظبوطه. فتعالوا بينا كده نعمل ايه التتبيله. وزي ما قلنا التتبيله عباره عن عصير ليمون ومعلقه من الكاتشب، هحتاج بقى بصل وتوم باودر، نص معلقه صغيره من كل حاجه هنا كده، ورشه قرفه، ما تكتريش من القرفه تمام، رشه بسيطه. عندي كمان رشه من الجنزبيل والبابريكا المدخنه، حوالي برضو نص معلقه. يبقى كده حطيت ملح، لا سوري لسه هنحط الملح والفلفل، حطينا بصل باودر توم باودر، حطينا ليمون، حطينا كاتشب، وحطينا رشه جنزبيل ورشه قرفه. هدي كده الفلفل الاسود والملح، والملح هنا على قد كميه الفراخ اللي قصادنا. هقلب المكونات دي مع بعض كويس، خلطة لطيفة ولذيذة وبسيطة في نفس الوقت، بس بتدينا طعم حلو قوي. كتير بقى مننا دلوقتي يعني البانيه والقلي والحاجات دي والهلك في الزيت كتير مع الحر والصيف كمان، فدي أكلة هتعجب الولاد قوي وكمان خفيفة وطعمها بيبقى حلو جدا. هبتدي أنزل قطع الفراخ، ولازم تكون متصفية كويس، لازم تراعي الحتة دي علشان الفراخ كل ما كانت متصفية ومتنشفة كل ما تشربت أكتر وأكتر وسبت عليها التتبيلة أكتر وأكتر، وده اللي احنا عايزينه علشان ناخد نتيجة أفضل. هقلب بقى، حط بس معلقتين زيت، زيت عادي أو زيت زيتون المتاح عندنا، ونقلب بقى ايه التتبيلة الحلوة دي، ممكن نقلبها بإيدينا أفضل تمام. اهم حاجه بقى ان احنا نوصل التتبيله لكل اجزاء الفراخ او لكل قطع الفراخ بالشكل ده. هسيبها في التتبيله حوالي نص ساعه، لو عندي وقت اكتر مفيش مشكله، هقوم الصبح اتبلها واحطها في التلاجه. وراها حاجه مهمه جدا الفتره دي، احنا في فتره صيف وحر، حذاري تتبلي حاجه وتسيبيها في الجو العادي بتاع المطبخ، لان هتلاقي ريحتها غيرت والطعم غير والدنيا دي كلها مش عايزينها، وممكن تنمو فيها البكتيريا. فعلشان نتلاشى ان الاكل بتاعنا ما يبقاش صحي،
فدايما نحافظ على اي حاجه شغالين فيها في التلاجة. حتى لو هتبله تقولي دي متبله مش هيجرى لها حاجه، لا متبله برده تتشال في التلاجة لغايه ما نحتاجها ونطلعها، تمام؟ حتى لو بعد ساعه فلازم تكون في التلاجة. بعد ما هنتبلها ونسيبها الوقت اللي احنا عايزينه في التلاجة، بعد كده هبتدي اخدها. بس عايزه احضر طبق كده، ممكن ناخد ده معانا. هبتدي اخد القطع، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكها بقى في السيخ الشيش بالشكل ده. يفضل ان انا اكون ناقعه الاعواد الخشبيه دي في ميه. ده بيساعدني في ايه او بيفيدني بايه؟ ان انا لما اجي اسوي سواء على فحم او على الجريل، الاعواد الخشبيه ما تتحرقش بسهوله لانها تكون مترطبه بالميه، تمام؟ هبتدي ارص كده. عايز تحطي خضار معاهم مفيش مشكله، تمام؟ بس احنا مش هنحط خضار النهارده. كمان من الحاجات اللي تاخدي بالك منها كويس قوي وانت بتعملي او بتقطعي قطع الفراخ، انك تراعي ان القطع كلها تبقى قد بعضها. ليه بقى؟ علشان التسويه تبقى موحده، نفس وقت التسويه هتبقى هتديني نفس الطعم بالظبط، ما تبقاش حته كبيره قوي حته صغيره قوي، فلاقي حته ناشفه وحته مش مستويه كويس، فالموضوع مش هيبقى لطيف. فدايما كده وانت بتقطعي خلي بالك ان التقطيعه تبقى موحده. حلو قوي. عندي بقى الجريل على النار، حاطه طاسه ما بتلزقش، حاطه جريل على النار علشان يسخن. استاذنكم بس نشغل عليه كده علشان يبتدي يسخن معانا واحنا واقفين. ممكن نحط اتنين كمان علشان ايه نخلص بسرعه ما نقفش كتير في المطبخ، ونسيبهم يسخنوا. تعالوا بينا نكمل يلا بقيه الشيش بتاعنا. زي ما شفتوا التتبيله كده تتبيله لذيذه وسهله وبسيطه قوي، كلها مكونات عندك في البيت. تقدري كمان تضيفي على التتبيله دي زعتر برده هيبقى حلو قوي معاكي بالشكل ده. لازم احط الفراخ في الجريل يكون سخن، ما ينفعش احط فيه والجريل بارد. ليه بقى؟ علشان ما احطهوش ودرجه الحراره منخفضه فيبتدي او تبتدي قطع الفراخ اللي معانا تنزل بقى ميتها وتنشف وتجف مننا. اما لما ننزلها والجريل سخن فده بيساعد ان هي على طول الانسجه بتنكمش، الانسجه الخارجيه بتنكمش، ولما بتنكمش وتقفل على بعضها فبتحتفظ بالعصاره اللي جواها، وبالتالي قطع الفراخ ما تنشفش معاكي وتفضل طعمها كده لذيذ وطريه كده وما تبقاش بتشد منك في الاكل. لازم. تمام. في انتظار بس كده الووك او الجريل خلاص قرب يسخن معانا، مجهزه بقى معلقه زبده. حط معلقه زبده على معلقه زيت وابتدي اشوي فيها قطع او وحدات الشيش اللي معانا. تمام زي الفل. احنا كده خلاص فاضل لنا اخر ستيكس هنعمله وبس. طيب تعالوا بينا كده ايه نشوف درجة الحرارة بدأت اهي تظبط. شوية صغيرين من الزيت. تمام. وهنا عندي مكعب زبدة، هاخد بس منه جزء صغير في كل طاسة. بصوا مكعب صغير اهو، مكعب الزبدة ده هيخلي بقى طعم الشيش وهو بيستوي كده يديله طعم لذيذ.
دي محتاجة تسخن أكتر، فخلينا نتعامل هنا اللي سخنت كويس وابتدي أرص فيها الأعواد بتاعة الشيش. هو ده الصوت اللي لازم نسمعه، ده هو ده كده، أعرف تمام إن أنا شغالة صح. أعتقد كده الدنيا تمام. أهم حاجة تكون القطع بتاعت الفراخ ملامسة للجريل، يعني على النار مباشرة، ما تكونش قبل فوق علشان تستوي كويس. كده خلاص احنا شغالين تمام التمام، وهنا دي كمان سخنت، فتعالوا نرص عليها. والشيش على النار خلاص بيتشوي، والريحة بجد تحفة جدا جدا، مع اننا كنا متبلين بتتبيلة بسيطة خالص ما فيهاش حاجات كتير، بس النتيجة بجد بتبقى مميزة. لا ولسه عندنا صوص خطير، تعالوا بينا نشتغل فيه يلا، على بال ما نطلع كده ايه الشيش من النار. طيب الصوص بتاعنا اللي هنعمله للفراخ بتاعتنا النهارده، وده يمشي على اي قطعيه فراخ او حتى لو فرخه كامله وانت شوياها. فعندنا الزبده هاخدها كده واحطها على النار، طاسه على النار احط فيها مكعب الزبده، واحط معايا الثوم تمام. وهنا بقى انا يا دوبك هخليه الزبده تسيح شويه، والثوم يعني يبتدي ها يسخن حاجه بسيطه، ومش عايزه احمره، مش عايزه اسويه، عايزاه ياخد كده ايه اللي هو طعم لا هو ني خالص ولا هو مستوي تماما. ده هيخلي طعم الفراخ بجد تحفه. احنا كده خلاص محتاجين يا جماعه، معلش فين الطبق؟ لا يلا علشان يلا كده الاثنين خلاص جرفعهم من على النار. الشيش استوى وخلاص تمام التمام، فتعالوا بينا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ممكن ننقل دي هنا. زي ما انتم شايفين كده، بصوا معايا الزبده بدات تسيح، بدات تسخن، الثوم يا دوبك كده احس بس ان انا بدات اشم ريحه الثوم، فبرفع على طول ما بستناش، بس كده خلاص مش محتاجة أكتر من كده. حتى بقية الزبدة لسه مسحتش، بس ريحة الثوم بدأت تظهر، فخلاص حط الفلفل الأحمر، وأحط كمان الكاتشب، عندي معلقة من العسل. هتلاحظوا إن احنا ما حطناش في تتبيلة المشويات النهاردة ولا سكر ولا عسل، لاننا مكتفيين باللي احنا هنحطه دلوقتي في الصوص تمام. احط البقدونس، واحط الجبنه، واقلبهم مع بعض بقى ايه كويس. يا خبر بقى على الصوص الخطير، الريحه بجد وهميه تمام. احنا كده جاهزين ان احنا نبتدي نجهز مع بعض التقديم. تعالوا بينا بقى، حاطين بقى عيش، اي نوع عيش بتحبيه. احنا حاطين هنا ده ايه عيش الصاج، وابتدي ان انا احط عليه شويه من البقدونس. ناخد اعواد الشيش بقى اللي احنا شويناها ونبتدي نرص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفراخ استوت مفيش كلام. اللي بعده الريحة تجنن بجد، يعني الريحة حلوة قوي، والشكل بصراحة تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلاص كده احنا خلصنا، حطينا كل حاجه، فاضل معانا صوص التقديم. هنعمل بيه ايه بقى؟ هنبتدي ناخد كده تمام، ونشيل كده على الفرشه ونحط فوق الفراخ،
وعايزاكم بقى تتخيلوا الطعم هيبقى عامل ازاي. لمعة خطيرة هتفضل معاكي طول ما هي على السفرة، تفضل فراخ كده بتلمع كده ولذيذة. طعم بقى مميز جدا، احنا ممكن كمان ندي رشة بسيطة من الملح، تمام، والفلفل عشان ايه؟ عشان التوم بس. اما لو دقة التوم في الهون وحطيتي فيه ملح شوية صغيرين فكده خلاص مش محتاجين ان احنا نضيف تاني، تمام. ونوزع وهي في المطبخ، هتتاكل وهي في المطبخ قبل ما تطلع على السفرة. بصوا ما شاء الله بجد هايل تحفة، أعتقد كده يعني مفيش أجمل من كده ولا أسهل من كده. الوصفة اتعملت في قد إيه؟